وهنبقى طبعا مستعدين زي ما قال معالي عزت بيه ان احنا نتلقى منكم الأسئلة. ولكن في البداية نود ان نؤكد ان القضاء المصري قضاء مستقل وشامخ، قبل ان تعرف كثيرا من الدول سواء على المستوى الإقليمي او الدولي معنى القضاء، قضاء شامخ لأبعد الحدود. فأول حاجة لا نسمح أن ينال بأي قدر من هذا الاستقلال، وأولى مبادئ هذا الاستقلال أنه لا تعليق على أحكام القضاء أو انتقادها. وإذا كان الأمور بتصار في هذا فهل الدولة أن يوجه القاضي؟ ولا وزير العدل ولا أي مسؤول له أي سلطة على القاضي. إنما إذا أردتم الأمور وأوضح لكم الأمور أن الأحكام بتصدر وبيبقى فيه طرق للطعن، محاكمة الحكم تكون أمام طريق الطعن. وكما قلنا في السابق بالنسبة للحكم الأول اللي صدر، قلنا وعقدنا مؤتمرات وأصدرنا بيانات أن الحكم لم يكن ساعة صدوره حكم، ولكنه كان إجراء من إجراءات الدعوة اللي قانون الإجراءات بيلزم إن لو كان هناك اتجاه إلى الحكم بالإعدام لابد أن ترسل أوراق الدعوة إلى فضيلة المفتي ليؤخذ رأيه. وقلنا برضو قبل ما تصدر هذه الأحكام أن رأي فضيلة المفتي غير ملزم. وقلنا أيضا أن إحالة عدد من المتهمين اللي هم كانوا 500 في القضية اللي حكم فيها إلى المفتي لا يعني بالضرورة أن القاضي سوف يقضي بهذه العقوبة، وهذا ما حدث. إن لما جت القضية لم يحكم إلا ب37 متهم بالإعدام، منهم 75 حضوري والباقي خدوا أحكام مقيدة للحرية. دي بتدل على إن يعني لا انزعاج من مسألة الإحالة. هذا أمر. الأمر الثاني إن قلنا برضو إن طريق الطعن في الأحكام اتعمل ليه؟ ليه هناك طرق للطعن في الأحكام؟ لأن القاضي بشر، والقاضي ممكن أن يخطئ كبشر وليس عن هوى. ولذلك وجدت الدرجة الأعلى في التقاضي لتصويب ما قد يكون أصاب الحكم من عوار، وإلا ما كانش يبقى فيه لازمة إلى مراحل الطعن المختلفة. هذا أمر. الأمر الآخر إن كما تعلمون إنه بالنسبة للطعن بالنقد على الأحكام لا بد أن المحكوم عليه أو النيابة يطعنوا في الحكم، ده بالنسبة للأحكام الجنائية بصفة عامة. أما بالنسبة لحكم الإعدام فقد خصه القانون بإجراء معين لا ينطبق على غيره من الأحكام، هو أنه سواء طعن المحكوم عليه بهذا الحكم أو لم يطعن فإنه إلزام على النيابة أن تعرض هذه القضية بمذكرة على محكمة النقد لتقول رأيها في الحكم، إما أنها توافق على هذا الحكم أو إما أنها تنقضه وتعيد إلى دائرة جديدة لبحثه. فهذه هي الضمانات. الأمر الذي يستحيل معه أن يكون هناك مجال لتعليق على حكم في غير ساحات القضاء، هذا بالإضافة إلى أن قانون الإجراءات الجنائية في مراحل الدعوة الأولى أمام محكمة الجنايات وضع من الضمانات ما يكفل كل حقوق المتهم، حقه في الدفاع، حقه في الاستماع إلى شهوده، حقه في طلب أي شهود، كل هذه الأمور وبينبغي على المحكمة تحقيقها. وبعد كده بنقول أن ما فيش حد يستطيع أن يعلم لماذا حكم القاضي إلا أن بعد ما يكتب القاضي حيثيات حكمه وتتشاف الأمور ماشية زي. إنما التعليق على الأحكام دون دراية ودون معرفة كاملة بكيف صدر الحكم
فيعني هذا لا نقبله إطلاقا بالنسبة للقضاء المصري الشامخ، ولا نقبل أي تدخل بأي وسيلة كانت. طبعا بدأتنا نحن قلنا ان احنا ما نقبلش من أي دولة من الدول اعتراض على أي حكم يصدر في مصر، ولكن وزارة الخارجية ومصلحة الاستعلامات طبعا يعني وزارة الخارجية وزارة مصرية ومصريين ويعلموا قيمة قضاء مصر، فطبعا من المهام انه بيوضح الصورة وبيوضح صورة القضاء المصري. فطبعا لو في اي معلومات في هذا الخصوص بتبقى مطلوبة، فطبعا وزارة العدل بتمد بهذه المعلومات ل يعني إمكانية الرد على كل ما يصار بالنسبة لهذه الأمور. احنا لا ندافع، ولكن بيبقى ردنا تأكيدا لاستقلال القضاء المصري ورفضنا لأي تدخل من أي جهة كانت، سواء كانت دولة أو منظمة، لا تدخل في أحكام القضاء. زي ما قلت برضو لحضراتكم وبأكرر ان يعني اذا كان الجهات اللي انزعجت من هذا الحكم، هل الجهات دي شافت الاوراق القضيه وشافت ايه الاتهامات اللي موجهه لهؤلاء المتهمين وعرفت كيف انتهى القاضي الى هذا القرار؟ كل هذه امور لا يجوز التعليق عليها، وبيبقى في النهايه زي ما قلت لحضراتكم الحكم اللي بيصدره القاضي لا مجال للتعليق عليه إلا أمام محكمة الطعن اللي بتشوفه. وبعدين هنا يعني مصر من أكتر الدول الحريصة على حقوق الإنسان، ودائما بيجي المنظمات اللي عندنا بتيجي بتشوف أحوال المتهمين في السجون وأحوال المعاملة في المحاكم، وكلكم بتشوفوا المحاكمات اللي بتذاع على الهواء كيف يأخذ كل متهم حقه، بل أحيانا بيحصل تطاول منهم و المحكمة بتصبر عليهم كثيرا حتى لا يقال ان احنا صدرنا حقهم في الدفاع، فكيف يقال بعد ذلك ان ما تصدره المحاكم يتعارض؟ لا، هذا قول غير مقبول، ولا اسمح بان ينال احد من حجية الحكم. ومعروف في اي دولة وفي اي قانون ان الحكم عنوان الحقيقة، ايا كان تغيير هذا الحكم او انتقاده يكون امام محكمه الطعن. طيب يعني بالنسبه للسؤال انا ارفض حكايه مساله هل تدخل او لا تدخل. احنا قلنا ان الكلام دوت ما يعني لا يمكن ان تتدخل اي دوله او يتدخل اي مؤسسه او اي مسؤول تنفيذي في مصر او في الخارج في اعمال القضاء. فعباره التدخل دي انا برفضها، لا تدخل. اما الدول اللي بره دي عملت كده ليه او بتنجح، يسالوا هم بقى، هم عايزين يوصلوا ايه، حققوا اغراض ايه من يعني. انت تعلم ان الدوله بتواجه في الداخل وتواجه في الخارج من هم ليسوا حريصون على ان الدوله المصريه تخرج من هذا النفق اللي وضعونا فيه حفنه لا ترعى عدل ولا ذمة ولا ضمير. فأكيد وزي ما كلنا عارفين إن هذه الفئة ليست مجموعة في مصر فقط، ولكن لها فروع ولها منظمات ولها في الخارج، فيسألوا هم عن أهدافهم، وأعتقد أن أهدافهم هتبقى أهداف يعني غير حميدة بالنسبة لمصر. طبعا يعني احنا مش بحاجة لنص تشريعي، لأن قانون العقوبات في الكلام ده وبيجرم، ولكن يعني رقي القاضي المصري بيخليه يتحمل ولا يلجأ لهذه الوسيلة. يعني القاضي المصري لو خد بالأمور دي يمكن في كل محاكمة أي تجاوز ممكن لا يجوز أن ينال أحد من القضاء أو ينال بيبته أو إنما يعني القاضي المصري بيترفع عن هذه الأمور، ولكن قانون العقوبات بيحمي طبعا وبيجرم كل هذه الأمور.